طيب، فدائما انا افرق بهذا الشكل في اللور وفي الاسنان الاخرى احنا بنتكلم عليها في الايام الجايه، بس اليوم نركز على السكس انتيرير اوفر. سنترالات حجمهم كبير without hook، لاترال دائما اصغر من السنترال، مستحيل ان انا اعكس لانه لو عكست ممكن اسبب مشكله، فكيف اتجنب ان انا اعكس؟ في دوت موجوده في البراكتات موجوده امامكم، هذه الدوت بتكون اتجاهها ديستال جنجيفال. اما براكت الكناين فاكيد مع هوك، طبعا هذه قديمه مكسوره من زملائكم السابقين، ولكن الهوك هذه غالبا بيكون اتجاهها وين؟ ديستال جنجيفال. نقطه هامه جدا، البراكتات اللي فيها هوك لا تركزوا على الدوت، ركزوا على الهوك. البراكتات اللي فيها هوك ركزوا لي على الهوك، لانه الدوت قد تلاحظوها في الجهه الاخرى في بعض الشركات. النقطه الحمراء او الزرقاء، ففي اللي فيه هوك انتوا بس اعتمد على من؟ على الهوك. وين بيكون اتجاه الهوك؟ ديستال جنجيفال. كيف طريقه التركيب اليوم؟ هاتوا لي قلم رصاص، بس رفعوا لي اللوحه.